خلال الصيف قدرنا شوي بشكل يعني خفيف خلينا نقول، في ناس كتير ركزت على الأطفال بالنشاطات الصيفية، أما اليوم صار الحديث جدي بشكل أكتر. يعني يرمين بلشنا بدنا نهيئهم بشكل خاص ليكونوا اليوم يروحوا على المدرسة ويكونوا عن جد هنن حابين بعد هاي العطلة انهم ينضاوموا. هلا منشك اذا يعني هنن حابين ولا لا، يعني حابين يكونوا ولا لا، بس مثل ما ذكرتي رشا عن جد هي الفترة كتير مهمة اليوم نحضر هدول الاطفال ليرجعوا على المدارس. هلا اللي كانوا بالمدارس يعني بتوقع امورهم سهلة، ولكن في طفل اول مره راح يروح على صف اول. بتذكري انت اول مره رحتي؟ انا بتذكره كانه اليوم عندي. انا ما بتذكر ما عملت مشاكل، بس بتذكر اختي كانت وقتها كان في هيك مناحه انه ما بدها تروح ابدا، كان يجي الاوتوكار ويروح وهي متخبايه تحت البنايه. يعني كانت هي انا بتذكره أنا يعني هو صعب يعني اليوم انت عم تبعدي الام عن الطفل فاجباري بدك تبكي يعني. خلينا نشوف اليوم رندا ضيفتنا لليوم رندا على ديبا الاستشاريه الاخصائيه، شو رايك اليوم نحن كيف اليوم قادرين ناخذ هذا الطفل من دون ما يبكي ويمسك بجاكيت امه خديني معاكي؟ صباح الخير اول شيء. صباح الخير، اهلا وسهلا فيكي. صباح النور لكم. انا كيف كان اول يوم يلا عندي؟ انا ماما ودتني على الباب وقلت لها باي والامور كلها طلعت من الشباك، طلعت من الباب الثاني توقعت وكنت سابقت قدرت باول يوم، ما كنت لسه بعرف المكان، قدرت اول يوم اقدر امشي بالطريق اللي هي موديتني منه ولقيتني هي على الباب من برا عم اخذتني ورجعت على البيت. كثير بيكون هذا اليوم حساس بين الام والطفل، يعني بنحس حاله هيك مثل انه وداع او محد الطفل مهاجر انسلاخ نظامي عم تسلخي طفل عن حضن امه. انا بلشت اشتغل بمجال الاطفال كل ما مثلا في مشاهد بيصير هيك مثلا بيني وبين ماما اي موقف الله يسامحك رجعتيني معك على البيت، كان لازم بفوت انا وياكي شوي. فلهلا كل ما بيصير اي موقف بالحياه بتحسي بذكرك باول يوم تماما، بيصير عندك هيك ولو هيك مواقف بسيطه بترجعك شوي لنكوسات بسيطه لطفولتك. قبل ما نروح بالاسئله مع نيرمين، انت مع انه الميس تاخذ الطفل وتقول للاهل انتوا روحوا شو بتكون حتى لو كان بحاله بكاء كثير عنيفه؟ هلا في عده انواع للاطفال، عده انواع للمدرسات، وعده انواع للاهل. يعني نحن فئات مختلفه، كل حدا في فروق فرديه، كل حدا بيتعامل بطريقه. هلا مثلا بالنسبه لنا نحن بنقول للام دائما اول سؤال بسالها وين كنتي حاطتيه؟ كنتي حاطتيه قبل بمره بمكان؟ كنتي حاطتيه بمكان ثابت بدوام ثابت؟ ولا كنتي حاطتيه من هدول النوادي اللي بيستقبلوا الاطفال لساعات بس، او مثلا بالمول بيلعب شوي وبيرجع هو بس عرفانك موجوده؟ هاي التفاصيل كثير مهمه لحتى انا اعرف طفلي وين مكانه. في نقطه ثانيه كمان مهمه قبل الفصل بالمدرسه، انه يا ترى هي بتحطه مثلا عند اهلها، عند اهل زوجها، عند بيت التيتا وجده، او مثلا ممكن تحطه عند قرايبين. صحيح. فهذا الفصل هو يعتبر فصل تدريجي مبدئي لحتى نحن نقدر نفصل الولد بالتدريج عن اهله. ان هذا الشيء ما له موجود فلا، انا بفضل يكون تداوم معه فتره، اول يوم ساعه كثير مهم تعرف الولد يعرف انه والدته هي صديقتها المس تبعه تماما، لحتى بيعمل اول شيء نقل لام بديله اللي هي المعلمه بالصف، بتكون هي الجزء الاساسي قبل ما تعطيه المعلومه، تكون كأم بديله تعطيه الحاجات الاساسيه اللي تقدر تفهم عليه، بده ياكل، تعبان، هل هو عم يبكي وينق لانه مشوب ولا لانه مالل ولا لانه خايف. هاي التفاصيل تجي للشق اللي بالمعلمه هي اللي بتقدر تماما تعرف انه هذا الطفل، لا انا هلا صار الوقت اني اسحبه من ايد امه الا روحي، خلص الولد بامان. فهو بيعمل هذا التفصيل تماما، بيصير رد فعل كثير بسيط وخلص بينسى وبكفي عادي. طيب رندا، خلينا نقسم هي مرحله التهيئ لدخول المدارس لثلاث اقسام. قبل فينا نقول قبل بدء المدارس، اليوم الاول اكيد له وهره، وخلينا نقول لحد الاسبوع الاول هي عمليه التاقلم. خلينا نبلش بالمرحله قبل، ايمت بدها تبلش هي المرحله وكيف لازم يتصرفوا فيها الاهل؟ هلا قطعا نحن بالصيف ما فينا نمشي بقوانين، دائما الطفل اللي هلا في كثير اسر بتقول لك انه خلص انا 8 بدي نايمه، ما في مجال، وجبته الساعه 2 مثلا، الساعه 2
في اهل بتتراخى شوي بهذا الموضوع انه الدنيا سيف وعمر الطفل بيلعب بالموضوع، انه اذا كان عمره بيقدر يناقش ويقول لا ما بدي ويعمل هاي الحركات. فكتير منلاقي انه في خلل بموضوع النوم، تنظيم الاكل، تنظيم الانشطه، هذا الروتين، الفئة الصبح. اهم شيء يعني قبل اسبوعين او اسبوع، اقل شيء اسبوع، انه انا نظم نومة الطفل. كيف بنظمها؟ هن بيروحوا بيتركوا الفئة الصبح وبدهم يروحوا ينيموا بكير، هو شبعان نوم فايق متاخر. صحيح. فهي الافضل انه لا تفيقوا بكير، ولو خلال النهار بتقلك فقس بده ينام، صار يعمل مشاكل، صار تلهي تعمله اي نشاط اي شيء لحتى تبكر فترة نومه. متى ما انتظم النوم ترجع تنتظم الساعة البيولوجية، صار في مزاج رايق الصبح لانه يروح يشوف شيء جديد، صار تقبله للإحباطات أقوى من إنه ما يكون نعسان ومش شبعان نوم، وهو شايف ما في أي أهمية لأنه يترك غرفته وألعابه ويروح على مكان تاني فيه ناس غربة، غير ما نحن كأهل منشوفها قديش أهمية لمستقبله. فهي الأولويات للطفل بتكون مختلفة تماماً عن أولويات الأهل والمدرس، لهيك نحن كتير حلو نعمله مجارات وقيادة، نمشي معه نعطيه شوية قوانين، ننظم له شوي أموره، ساعته البيولوجية لحتى نقدر نفوت بالمجال الثاني. هلأ الفترة الثانية اللي هي أول يوم بالمدرسة كتير مهم نحن نكون في أريحية للأم تفوت مع ابنها. كتير في أريحية خلال النادي الصيفي أو خلال الدوام الإداري يجي الطفل مع أمه يفوتوا على المدرسة بأريحية، يقلف المكان قبل ما يقلف الأشخاص اللي موجودين فيه. كتير مهم نحن أول يوم يكون في ألعاب للأطفال، يكون في وسائل ترفيهية تماماً، شيء يرغبوا، تلوين، رسم، ألعاب، يكون في نشاط ويفوت على نشاط بيعرفوا اللي هي وجبة الفطور، يكون عم بيفطر مع رفقاته كلياتنا، هذا الشيء بنقدر نعمله. فانا دائما بقول للام تجي تعالي على فتره الفطور مع الطفل، هذا نشاط بيقدر يعمله وين ما كان ومع اي مجموعه وانت معه، فهذا انسب شيء لبدايه يوم لحتى يقدر ينفصل بطريقه محببه وتدريجيه وما يفوت على مكان غريب يشوفه كبير، يشوفه غريب، يشوف الناس غرباء، يسمع بالبيت بجوز هو وحيد ما بيسمع اصوات، فجاه بيفوت على ضوجه، صوت اغاني، صوت اطفال غيره، بكل اهتمام كله عليه، بيروح بيلاقي انه لا في اهتمام متوزع بالتساوي بينه وبين غيره، هذا كله بيعطيه احباطات غير مبرره له، ولكن هي بتعطيه شعور بالانزعاج. شفتنا شوي بالشق النفسي، حرجع أركز عليه، بس خلينا ضمن الفكرة الأولى، اليوم الأول للأطفال، عندنا الأطفال أيضا ذوي الاحتياجات الخاصة، اليوم أكيد كمان هم بحاجة لتحضيرات إن كان نفسية وإن كان نحن نقدر ننظم لهم هذا النهار، اليوم كيف نحن قادرين نعمل التوازن النفسي بين الطالب العادي والطالب اللي عنده مشكلة نفسية وما يكون في موضوع تنمر، وخاصة شفنا نحن بالفترات الأخيرة صار في كثير حالات من الدمج ضمن المدارس. تماما. هلا دائما انا هون في عندي شقين بشتغل عليهم، اللي هو التاهيل على قسمين، الشق الاول اللي هو الطفل اللي عنده الاحتياج، والشق الثاني هو الطفل الطبيعي اللي بده يكون مدموج معه هذا الطفل. صح. وفي نقطه كثير مهمه اللي هن الاهل والمدرس، هن كيف عم بيتعاملوا مع احتياج الطفل؟ هن هل عم تعاملوا معه على انه طفل طبيعي ولكن بده دعم؟ كلياتنا في عندنا احتياجات معينه، كل حدا بشق من حياته، سواء ظاهر وسواء خفي. هل نحن عم نسلط الضوء على هي المشكله؟ هل انا لما مثلا كمدرسه بدي اقعده قدام مثلا لانه عفرض بحط نظاره او عنده مشكله بالنظر، انه انا مثلا بقول لرفقاته انه بدي اقعده قدام لانه ما بيشوف، هذا كثير غلط. لازم نحن مثلا نعمل دور، نعمل طريقه تكون ما نسلط الضوء على هي المشكله ولكن نتعامل معها باريحيه. دائما نحن هذا التاهيل بيكون بالتعاون مع الاهل للطفل اللي عنده احتياج. شوف التاهيل نحن للاسف عم بيكون في عندنا الدمج، بدون التاهيل ما قبل الدمج، يعني انا عندي كثير مهم يكون الطفل تعديل السلوك عنده على درجه معينه، عنده سلوكيات اجتماعيه مقبوله ضمن مجموعه، في اطفال بتصدر اصوات لازم نحن نكون قدرانين نضبطها لحتى ما ياثر على سير الدرس خلال
الجلسات الدرسية. إذا طفل انتباهه كتير ضعيف أنا أكون قدرانة خلال الخطة الدرسية أعطيه أنشطة خليه يقدر مثلاً يطلع من الصف شوي، يقدر يرجع، يكون في هاي المتابعة. طفل عنده ضعف معين، عنده إعاقة معينة بالحركة بالمشي، راعي لما بدي حطه بالصف ما ألحق بس عمره الزمني، ألحق بنيته العضلية، طريقة حركته، ألحق إمكانياته العقلية. مو كتير أبداً مهم إنه أنا طفلي إذا مواليد مثلاً شهر واحد فأنا بدي سبقه، هاي السنة ما يعني ما بتقدم وما بتأخر، لأنه على المدى البعيد حتعمل تأخر لسنين. أكيد تمام. طيب خلينا نحكي معك اليوم كمان في ردة فعل الأهل تجاه بدء العام الدراسي. في أهالي ما فين يخفوا فرحهم إنه حد بلش المدرسة وبصير في مثل حالة تهديد إنه يلا بكرة فرجوني حالكم قربت المدرسة. هذا برأيك هذا التعبير عن الفرح ببدء المدرسة بالنسبة للأهالي ما بترك شوي انطباع سلبي عند الطفل؟ هلأ في أطفال حسب وعيها للموضوع، يعني بحس الولد هون بيصير انه عنده شعور انه مو يعني الاهل او الام تخلص منه تماما. لا هي عبء بعدين، يعني حتى على الاهل عبء. يعني انا كثير بسمع فكره من الاطفال انه بيقولوا لهم انت بس بدك تخلصي مني تماما، انه اي نقاش فورا بيقول لها الكلمه. هلا الفكره وصلت لمرحله نحن كمجتمعيا انه صارت هي مثل النكته الموجوده، انه المعلمه بتكون هي مكتئبه بدايه العام والاهل بيكونوا فرحانين حاطين اولادهم على الباب. هلا الفكره انه بدك تشوف الشق الثاني من الطفل اللي هو عم بيرد بيقول لها وانا كمان حاخلص وحروح ما اشوف رفقاتي. كثير بنسمع على الفكره. ايه تماما. فيعني هنا بيكونوا اخذين حق بعضهم. هلا هي الفكره انه اكيد يمكن هدول الاطفال اللي يعني فاتوا على المدرسه قبل خلص شخصيتهم قويه ما بتهزن هاي الكلمه. انا بعرف اطفال بالثلاث سنين هيك بتجاوب من اول شيء. فيعني ما عاد في مقياس العمر ابدا بهذا الزمن. الفكره انه نحن في عندي نوعين من الاهل، نوع بتاخذها من نوع من الدعابه والمزح وانه خلص انه مسحه. في اهل تاخذها كثير جديه انه يلا ما انا هلا اسبوع وخلص برتاح منك، وفي اهل بتكون متوتره وهي بتاخر دوام اولادها لحتى نصاته صغير. خليني اضيف لك في اهل منهم بيراقبوا رده فعل ابنهم خصوصا لما يفوت على المدرسه اول مره، بتقول لك الام ما بكي انه بتضايق انه ما بكي الولد علي. فبتلاقي كمان ناطرين حاله يمكن انه تعبير من الطفل. انا بصدق السنه الماضيه الاهالي اللي عم بيجوا الاطفال عم بتفوت وتقول باي لاهلهم وتدفشهم وتاخذ الشنطه والام عم تبكي على الباب بتقولي بس شوي خليني اشوفه، انه كان الموضوع بالعكس تماما. هي الفكره اللي صاير في من الظروف الاستهلاكيه اللي عم بتكون، عم بيكون في نحن كراشدين عندنا حاجه لملء فراغ عاطفي معين بحققه الطفل. فلما بيحققوا الطفل بهي السلاسة فنحن بيكون كتير صعب نتخلى عنه. للأسف الأم ما بتقدر تفصل هذا الموضوع بشخصيتها لمستقبل ابنها، فهي بتتعذب وبتنقل له هذا الشعور. أنا بقول لهم دائما الطفل وما تقولي إنه بس الطفل اللي ما عنده مشاكل الطبيعي، حتى الطفل اللي عنده أي احتياج أو أي مشكلة معينة أكثر طفل بيقدر يقرأ تعابير أمه، يقدر يميز ريحتها، بيقدر يعرف تماماً، أكثر حدا يعني بيقدر تماماً يدرس ردود فعلها ولو هي وساكتة ودايرة وشها إنه هي مزعوجة أو خايفة لأني أنا رايح على المدرسة، حيخاف من الروحة وحيبطل. مجرد ما يشعر إنه هي قلقانة رح ينتقل له هذا القلق. فأنا دائماً بقول للأم أنت مرتاحة، وتكوني أنت مرتاحة أكيد حيرتاح، وتكوني أنت قلقانة مالك واثقة بالمكان أو بالناس الموجودين لا تحطي، لأنه حتنقلي له عدم الشعور بالثقة، هذا حيعطيه خوف وقلق غير مبرر حيعيق كل مسيرته الدراسية للسنوات القدام. نحن دائماً أول شيء بالحياة دائماً في أول خطوة، دائماً أول خطوة كتير ندرس كيف نحن نقدمها لأطفالنا لأنها صحيح. حتريحنا كتير بالسنوات القادمة. يمكن اليوم جيل اليوم ما فرق عن جيل زمان بكتير، صرنا نشوف مثل ما قلتي بتعمل لباي وبتاخذ الشنطاي والام بتبكي، هذا الشيء يمكن ايجابي ما انه سلبي. يعني اليوم الطفل اكيد ما انه رايح على ساحه معركه بالنهايه، يعني وهي فكره اني بخلص منك وبتخلص مني، بالعكس انا بحسها عبء. انت اليوم صار عندك فئه بكير
مدرسة، تدريس، واجبات، نومي بكير، بالعكس هي هم يعني ما أنا خلصان أبدا القصة. يعني ردة هيك بنصائح اليوم، شو حابة تقولي للأهالي اليوم قبل المدرسة بكم يوم؟ حابة تكون نصيحتي للطلاب اللي خالصين من رياض الأطفال وطالعين على صف الأول، عم نشوف مو بس كمية كبيرة، عم نشوف الكل من الأطفال اللي طالعين ما عندهم قدرة كاملة على امتلاك اللغة العربية، عم بيكون في عندهم مشاكل، عم بيكون التوجه بالكتابة بين اليمين واليسار في مشكلة، عم بيكون باللفظ، بطريقة استخدام القلم، عم بيكون في كتير ثغرات الطفل ما له متداركة بمرحلة التعليم ما قبل الأكاديمي. كتير مهم قبل ما أنا مع التهيئة لأني بلش ابني نظم له وقته بالنومة وبالأكل وبأي شيء والاستعداد للمدرسة واشتري له أغراض المدرسة، يكون في عندي أنشطة تنمي له هذا الموضوع، اشتغل عليه ولو كان بطريقة بسيطة وترفيهية، ولكن اشتغل عليه بالصيف لحتى ما يكون عبء عليه بصف الأول، لأنه أي تأخير يوم مع الزمن حيصير يومين واليومين شهرين، وحيكون في تقصير، الإرهاق حيكون على عاتق الأم تماماً. هذا غير الإحباطات اللي حيمر فيها الطفل. كتير مهم نحن نراعي هذا الموضوع عند أطفالنا ونشوف دائماً توجههم كيف، ونشتغل على مسكة الألام، على طريقة زاد. هاي أي فئة عمرية رندا؟ الكيجي اللي طالعين على الأول، فئات الفئة الثالثة اللي طالعين على صف الأول. طيب هدول الفئة العمرية شو المهارات اللي لازم يكونوا بيعرفوها؟ يعني لوين لازم يكونوا بيعرفوا بالأرقام، بالأحرف، باللغة الإنجليزية، شو لازم يكونوا يعني ناهين لحتى يفوتوا على الصف الأول برأيك؟ الأساسي أول شيء لازم يكون عنده قدرة بالعضلات الكبرى، يقدر يتحكم بالألم. تلاقي أطفال تفرق مسكة ألمهم، الأم بتلاقي لك ابني بيشد على الورقة، ابني بإيده مرخية، هاي بالرياضة، بالمعجون، بالألوان هاي بتنحل. لازم يكون بيعرف الألوان، بيعرف الأشكال، يكون بيحكي بطريقة كتير ممتازة، بيحكي المفردات مثل ما نحن بنحكيها باللغة الأم. اللغة الأم هي اللغة اللي بيفكر فيها، اللي لما أنت بدك تسخني مثلا أنا اليوم شو بدي أطبخ، أنت مثلا ساكتة، يعني شو اللغة اللي بتحكيها بينك وبين حالك. لازم هاي اللي بالبيت بيتقنوها يكون يتقنها تماما مثله مثل الراشد، إلى جانب اللغة الثانية اللي هي الإنجليزية. نحن يا منتوجه هيك يا منتوجه هيك، فأنا أفضل لا نكون التركيز على العربية لحتى نتلافى المشاكل، لأنه اللغة الإنجليزية بتجي اللغة العربية هي أصعب وأوسع، متى ما كان متمكن منها الطفل اللغات الثانية حتكون سهلة. الألوان، الأشكال، الأحرف الأساسية بشكلها الكامل، كذا حرف، أصواتهم، انتبه أنا ابني لما بيحكي بيميز بين مثلا الميم والنون ولا بيخربط فيهم، فهي التفاصيل بالأصوات اللي بتشبه بعضها، هي كلها بتعطيني مؤشرات أنه أنا لازم موقف هون واشتغل على ابني وهيئه وتهيئه مناسبه. اكيد رندا معلومات كثير مهمه لليوم، وكثير لازم ناكد على نقطه اليوم، التعاون بين كان الاهالي والكادر التدريسي. خلونا نطلع من قصه انه انا ما بسمح لحدا يحاكي ابني كلمه، فهي بالنهايه يعني استكمال العملية التربويه. صرنا نشوف حالات كثير الان صارت او المس صارت تخاف تحاكي الطالب، هذا الشيء عم بيزيد عنده. صحيح، تربيه وتعليم، تربيه وتعليم تماما. فخلونا نشيله هيك كتف عننا يعني نرتاح شوي. بدي اشكر حضورك رندا لليوم ويسعد لي صباحك.